قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد خاوتي الكرام، معكم اخوكم شرف الدين، جيناكم في فيديو وخبر جديد كالعادة خاوتي. هذا الخبر يؤكد ما تحدثنا عليه في الامس في فيديو، وين قلنا انه هناك تسلح كبير في الحدود الجزائرية. نعم هذه الحقيقة، فاستعدوا يا الخنزين تاع المخازنة لرد جزائري قاسي وقاسي جدا. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك ومرمدوا المخازنة في التعليقات، ما تخليوا لهم والو، بهدلوهم يا خوتي. وما تنساوش ترحم على أرواح شهداء الجزائر وأبطال الجزائر سائقي الشاحنات رحمهم الله. خبر اليوم هو من صحيفة لارازون الإسبانية، نعم صحيفة إسبانية تنشر خبر خطير جدا خوتي فيما يخص آخر المستجدات حول قضية الشاحنات الجزائرية. قالت الصحيفة لارازون الإسبانية في تقرير لها تحت عنوان الجزائر تعلن انتقامها من المغرب بعد مقتل 3 من سائقي الشاحنات في الصحراء، أكدت فيه أن الجزائر نشرت صواريخ قرب حدودها مع المغرب. وقالت الصحيفة إن هذا التطور تزامن مع نشر بعض الصور التي تشير إلى أن الجزائر نصبت صواريخها لتستهدف عدوها. نعم الصور خوتي اللي انتشرت أمس وقبل أمس، أيضا هناك فيديوهات خوتي لشاحنات عسكرية وهي تحمل أسلحة مدمرة تتجه نحو الحدود مع المخزن. نعم هذه الحقيقة يا خوتي، ياكم شفتوا تم تأكيدها من قبل الصحافة الإسبانية. وأضافت لارازون حرب على أبواب إسبانيا. الحقيقة هي أن الجزائر والمغرب يعيشان حالة من أقصى درجات التوتر في بيئة ما قبل الحرب، وكان مقتل 3 سائقي شاحنات جزائريين في منطقة الصحراء تسبب في توجيه الجزائر لتهديد مباشر للمخزن برد بقوة عسكرية. وقالت أن في الدولة المجاورة، خوتي شوفوا راهم يستهزئوا بالدولة المجاورة لأنهم خافوا أن يدخلون في حرب، قالوا أنه ليس لها نية لدخولها في حرب مع الجزائر. نعم بكل بساطة لأنكم خايفين يا المخازنة، لأنكم ما كنتش قادرين على شقاكم يا المخازنة، أنتم تضربوا في الظهر وأنتم اللي توصلون لهذه النقطة، ومن بعد تجيو تبكيوا علينا عن طريق الإعلام تاعكم ماناش قادرين ما نديروش حرب مع جارة لن ننساق وراء ما تقوم به الجزائر. كي شغل يجبدوا روحهم خاطئين كامل خوتي، كيما تصريحات هذاك الملك تاعهم وين طلب فتح الحدود مع الجزائر، وفي نفس الوقت المغرب كان هو السباق لاستفزاز الجزائر، باش تفهموا حجم النفاق اللي كاين في المخزن خوتي. كما نشرت الصحيفة الإسبانية صورا يا خوتي أكدت أنها لصواريخ جزائرية على الحدود مع المغرب، وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن الصحيفة الإسبانية هذه صحيفة مشهورة بصلاتها مع أجهزة المخابرات الإسبانية، وأن هذه الصواريخ دفاعية ولم تستبعد بأي حال من الأحوال خطر التصعيد. الصواريخ يا خوتي ليكون بعلمكم هي صواريخ الأس 400، وذلك حسب مصادر جزائرية. صواريخ الأس 400 كما تعلمون هي صواريخ دفاعية سواء أمام الطائرات أو أمام صواريخ أخرى. أيضا تم نشر بطاريات الأس 400 ليبين أن منظومة الدفاع التي سيتم استعمالها هي الأس 400. هاكم تعرفوا يا المخازنة وش هي الأس 400؟ الأس 400 روسيا تمدها غير للدول الحلفاء تاعها يا خوتي. لا يوجد سلاح في المغرب يضاهي قوة هذا السلاح، وباعتراف مغربي قالهم لماذا تتسلحون وعند العدو تاعكم الجزائر عندهم سلاح واحد قادر على القضاء على كل أسطولكم الجوي، باش تفهموا يا خوتي حجم قوة هذا السلاح المدمر. يعني الجزائر راهي تتجهز خوتي من أجل الرد في أقرب وقت على أولئك الأعداء، خصوصا وأن العمامرة خرج أمس في كلام خطير جدا وجهه إلى عديد المسؤولين تاع منظمات دولية، وقال لهم وأكد لهم أن الجزائر قادرة على حماية كل الجزائريين وكل الممتلكات الجزائرية، بمعنى أن المغرب لا يمكن أنه يهرب من هذا الخطأ بدون عقاب. أيضا يا إخوتي الكرام بلا ما ننساو أن نتكلموا على واحد الحقائق باش نكذبوا المخازنة هذوك والإعلام المخزني الذي يقول بأن الشاحنات الجزائرية تم تفجيرها
عن طريق الغام لأنها دخلت حسب مزاعمهم إلى منطقة فيها الحرب. فنقول لكم أن الحجج الواهية لما كان لها يا جار السوء. فعند معاينة الفيديو يا خوتي لحادثة مقتل الجزائريين يبدو أن الشاحنتين كانت بجانب الطريق الذي يظهر بشكل واضح جدا عبر آثار المركبات التي تمر بشكل معتاد في المكان، وهو نفس ما قالوه شهود العيان الموريتانيين خوتي، وين قالوا لهم أن سائق الشاحنات راحوا إلى جانب الطريق وصلوا وأيضا تناولوا الغداء تحهم ودعونا باش نتناولوا أيضا الماكلة معاهم. بعد ما راحوا هذوك الموريتانيين ثماك تم قصف الشاحنتين واستشهاد أبطال الجزائر رحمهم الله. كما أن يا خوتي مصور الفيديو قام بدورة كاملة حول مكان الحادث بشكل آمن، يعني لا وجود لحقل ألغام وحتى الانفجار لا يوحي لألغام. وبلا ما ننساو خوتي أنه تاع بعثة المينورسو جاو وبدأوا يديروا تحقيقات بدون أي خوف من ألغام، يعني أن المخزن يكذب رسميا. فما تنساقوش وراء الأكاذيب المخزنية والأكاذيب تاع أعداء الجزائر والخوانة اللي راهم في الخارج، اللي راهم يقولوا أن الجزائر بعثت الشاحنات باش تزود البوليزاريو بالأسلحة فعدات على حقل من الألغام وانفجرت الشاحنة بهم. باش تفهموا يا خوتي أنه كاين خوانة راهم يحاولوا بكل الطرق تبرئة هذا النظام الفاشل، وحنا الجزائريين نقولوها لكم ما عندكم وين تهربوا، والجزائر خلاص راهي أكدت على أنها راح ترد عليكم حبيتوا ولا كرهتوا. وكي قلنا لكم تجهيز صواريخ في الحدود هذا لا يعني أن الاستهداف راح يكون في الحدود، لأنه هذا الجيش الجزائري معروف بالتخطيط تاعو. فنقولوا لك عس الحدود، عس البحر، عس السماء، لأنه ما على بالناش الضربة منين راح تجيكم، المهم ضربة فيها صح منين راح تجيكم الله أعلم. أيضا بلا ما نساو عندنا في الجزائر درونات انتحارية، وانتم على بالكم مش معناتها درونات انتحارية من التسمية تاعها تعرفوا المهمة تاعها، تدخل في شاحنة مباشرة بها بالطائرة وتنفجر. مش تفهموا مليح أنه للجزائر أسلحة كبيرة وكبيرة بزاف، لذلك بقوا استناوا يا المخازنة، انتم اللي حبيتوا كيما هاك، انتم اللي حبيتوا تديوا الكف من عند الجزائر، تديوا رخص من عند الجزائر كيما كل عام. فتحيا الجزائر دائما وأبدا. خوتي الكرام شاركونا انتم آراءكم في التعليقات حول هذا الخبر من قبل الصحافة الإسبانية. أيضا ما تنساوش مرمدوا المخازنة وبهدلوهم ما تخليوا فيهم والو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.